الممارسة الإعلامية خلال الانتخابات، الالتزامات الأخلاقية والضوابط القانونية، عنوان ندوة نظمتها المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين. اجتمع فيها رجال الإعلام الممثلون لمختلف المؤسسات الإعلامية عبر التراب الوطني برعاية وزارة الاتصال. الندوة هي الثانية من نوعها بعد مبادرة الإعلاميين الرياضيين شهر فبراير الفائت، وتعد مبادرة للربط الذاتي للتغطية الإعلامية للعملية الانتخابية المرتقبة شهر سبتمبر المقبل. ثلاثة حقوق يجب على الصحفيين تلبيتها خلال الحملات الانتخابية، وليس فقط يعني خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات. أولاً، حق المواطن في المعرفة الكاملة والواضحة والدقيقة حول العملية الانتخابية والمترشحين وبرامجهم. ثانياً، حق المترشحين في تسويقهم إلى الناخبين وتسويق برامجهم بعدل وإنصاف. ثالثاً، حق الوطن في إبراز أهمية الانتخابات والعمل السياسي لضمان الاستقرار والازدهار. ضماناً لتغطية شاملة متوازنة وموضوعية خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، من بين النقاط التي ناقشتها الأسرة الإعلامية بوصفها مؤسسة يعول عليها لإطلاع المواطن على سيرورة العملية الانتخابية. ارتأينا في المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين تكريس تقاليد تليق بمسار ونضالات الصحافة الجزائرية، سعياً لضمان عمل عادي وموضوعي لدى الزملاء الصحفيين عند أدائهم لمهامهم النبيلة. يستوجب التشكيل المسبق من قبل وسائل الإعلام الخاصة والعمومية لفرق ذات تجربة واسعة ملتزمة بالحياد والتمرس ومنسجمة من حيث المستوى المهني. وفي ختام الندوة، بادرت عدة مؤسسات إعلامية للتوقيع على ميثاق ممارسة العمل الإعلامي خلال الانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر، تعبيراً عن التزامها المطلق بأخلاقيات المهنة الإعلامية.